المرة دي هنشوف مع بعض الزيارة التانية في مطبخ مدام هنية، واللي هنتكلم فيها عن المنظفات واستعمالاتها المنزلية. وعلشان ما طولش عليكو هوريكو بداية كلامي معاها، واللي طبعاً بيجي بعد السلامات حسب عادتنا الشرقية. يا ترى انت لسه فاكرة السؤال اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت؟ طبعاً، أنا سألت حضرتك عن المنظفات لأنها بقت غالية قوي وفي منها أنواع كتير، وأنا الصراحة محتارة بينهم. دي حاجة سهلة خالص، وأنا هخليكي تعملي المنظفات بنفسك في البيت وبتكاليف بسيطة كمان، علشان نساعدك تحافظي على نظافة مطبخك. يا رب يخليكي يا دكتورة. لما تيجي تنظفي أرضيات المطبخ، البلاط أو السيراميك، واللي المفروض تتعمل على الأقل مرتين كل أسبوع، هتخلطي كوباية خل أو كلور مع جالون مية، يعني 4 لتر إلا 200 سنتي، أو يعني إلا مقدار كوباية مية. دي سهلة قوي. استني بس أكمل. وفي ناس بيضيفوا على المخلوط ده شوية بيكربونات، ودي برضو طريقة كويسة لتنظيف الأرضيات وتعقيمها. بس لو جيت تعملي كده يبقى لازم تخلي بالك إن البيكربونات بنحطها وقت ما تيجي تنظفي، لأن الخليط ده بيعمل تفاعل وبيتحلل بعد وقت قصير لغاز ثاني أكسيد الكربون ومية. ولو مثلاً الخليط ده كان محطوط في إزازة مقفولة، ممكن الإزازة تنكسر ويحصل انفجار بسبب الغاز. وعلشان نتخلص من البقع الجامدة المكلكعة، نخلط معلقة كبيرة كلور مع كوبايتين مية دافية، ونفرك الحتة الصعبة بفرشة أسنان قديمة، وما ننساش ننظف الأماكن المستخبية زي تحت التلاجة وتحت البوتاجاز. وكمان ما تنسيش تمسحي مكان الطبيخ بعد كل مرة بتطبخي فيها. بس أهم حاجة اوعي تنسي وتخلطي الخل مع الكلور، لأن ده بيطلع غاز سام. حاضر يا دكتورة. أما بالنسبة لتنظيف ألواح تقطيع اللحمة، تتفرك بمحلول خل، يعني كوباية خل وعليها كوباية مية، علشان تقتل البكتيريا اللي بتعيش في المسام والثقوب الصغيرة. وعلى فكرة الخليط ده ممكن تبلي بيه فوطة صغيرة وتنظفي بيها الأدراج والأرفف وكل الأسطح الداخلية اللي في المطبخ. تمام يا دكتورة. خليني كمان أفكرك إن لوحة تقطيع اللحمة والسمك والفراخ ما ينفعش أبداً نستعملها في تقطيع الخضروات والسلطة أو العيش، حتى لو هتغسليها كويس، لأن في سوائل ممكن تنزل من اللحمة أو السمك أو الفراخ وتلوث أي أطعمة تانية تتقطع عليها، وده ممكن يجيب لنا أمراض. يبقى يا إما تقطعي السلطة والخضروات والعيش على أطباق وتغسليهم بعد الاستعمال، أو تخصصي لكل حاجة منهم لوحة التقطيع بتاعتها. طب والصحون والمواعين؟ الصحون والمواعين ننقعها في حوض فيه مية دافية وصابون بعد استخدامها على طول، لأن الطعام لما بيجف بيبقى تنظيفه صعب، ولو في مواعين فيها دهون صعبة نطلعها بمخلوط عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم. طب وسطح البوتاجاز والفرن بتاعه ننظفهم بإيه؟ خليني الأول قبل ما انسى أقولك إنك لازم تحطي ورقة فويل على الرف السفلي للفرن، وبكده تمنعي بقايا الأطعمة والدهون إنها تتبعتر جوه، ويبقى تنظيفه سهل خالص، لأننا يا دوبك بنغير الفويل القديم ونحط مكانه فويل جديد. وعلى فكرة الفويل مش هيتفاعل مع الأكل، لأن مكانه تحت صينية الأكل اللي انت بتسويه. أعمل لك شاي تاني يا دكتورة؟ ربنا يخليك يا مدام هنية. خلينا أقولك كمان على حاجة مهمة، إن تنظيف سطح البوتاجازات والأفران بنستخدم له معجون منظف بيتكون من 3 مقادير بيكربونات صوديوم مع معيار 1 مية دافية، ونخلطهم ببعض، والخلطة دي هتشيل كل بقع الزيت والدهون والأطعمة. ما تخليكي نتغدى مع بعض المرة دي، أنا عاملة صينية بطاطس النمائي من اللي قلبك يحبها، نظيفة وصحية وأمنة كمان. أنا عارفة إن كل حاجتك حلوة ونظيفة وزي الفل، بس أنا لازم أتحرك دلوقتي أجيب ابني من الحضانة علشان ده الميعاد اللي بيخرج فيه.
إن شاء الله نتقابل تاني على خير. مع السلامة يا مدام هنية. الله يسلمك ويبارك فيكي، ومستنياكي تيجي تاني نتكلم في موضوع جديد وفيلم جديد.